تركيا ثلاث تعديلات في تاريخ تركيا وثلاث تعديلات ايام اردوغان ايه طب ما هو تعديلات ما كلمتوش عليها ليه ما كل الدول بتعمل هذا الكلام لكن العين على البلد دي العين على الراجل اللي بيحكم البلد دي لانه عطلنا كتير عطل المخطط الجهنمي الصهيوني المخابراتي الاخوان دول مش بيحكموا العالم اوعى تصدق مش أق... ده اغبيه الاخوان بيستخدموا كمطيه الاخوان بيستخدموا الاخوان مش هم اللي بيحركوا الاحداث، هم اللي شغالين خدامين عند الحركه الصهيونيه وانا امبارح اثبت بالدليل القاطع صهيونيه حركه الاخوان الارهابيه، فبالتالي هم بيستخدموا وبيتحركوا اعلامهم ووسائلهم كلها شغاله هيقعدوا يقطعوا فينا ليل ونهار، احنا بنقول تصدقنا باعراضنا لله من اجل هذا الوطن.